الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة رمضان، الحمد لله على نعمة بلوغ العشر، الحمد لله على نعمة البيئة المباركة، الحمد لله على نعمة الاجتماعية، الحمد لله على نعمة تهيئة الأسباب، فما يوفق واحد منا ولا واحدة منا للإقبال على الله في رمضان وفي العشر وللاعتكاف إلا بمحض توفيق من الله جل جلاله، فقولوا الحمد لله. ونحمد الله على نعمة الأمن والإيمان أننا نستطيع أن نترك بيوتنا وأن نحضر في مساجدنا وأن نترك نساءنا وأولادنا في أمن وأمان، وغيرنا من أهل غزة وغيرهم من إخواننا وأهلنا الآن في مثل هذه الليالي في السنوات والأعوام الماضية كانت المساجد تعج بالمعتكفين. أخبرني أحد الإخوة الذين كانوا يعيشون في غزة أنهم في الأعوام الأخيرة بفضل الله جل جلاله وصلوا إلى مرحلة يستغرب أن يرى شاب غير معتكف. الشباب أغلبهم يفرغ العشر الأواخر من رمضان للاعتكاف. يا أحبابنا في الله، من الطبيعي بس تنضغط في الدنيا تختار لك مكان تروح فيه عن نفسك، تأخذ هالمرة والأولاد وتروح وتقول عمي مضغوطين نروح شوي عن النفوس، وطبيعي هالقلب اللي مضغوط سنة كاملة دنيا 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 أن تريحه من الدنيا قليلا ليخلو مع خالقه ومع حبيبه، هذا هو العكوف، هذا هو الاعتكاف، هذه هي الخلوة، هذا هو الانسحاب من الدنيا وعكوف القلب مع خالقه في بيته جل جلاله. لذلك هذه السنة مهجورة ليس من سنوات قليلة، هذه السنة مهجورة من سنوات طويلة. استغربت عندما قرأت أن الزهري من التابعين رحمه الله قال: وإني أرى كثيرا في زماننا قد هجر الاعتكاف. الزهري من زمن التابعين، ويزداد هذا ويقل بين الحين والآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله أنشأ هذه السنة في رمضان كل عام وأنشأها في غير رمضان، فورد أنه اعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال واعتكف في غير رمضان، وكان في كل عام يعتكف في العشر الأواخر، وفي آخر عام قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر 20 ليلة، وكأنه كان يشعر أنه في الأيام الأخيرة، فهجر أهله والنساء والبيوت آخر 20 ليلة. أيها الأحبة في الله، لا يمكن أن تشعر وأن نشعر بحقيقة السعادة في هذه الدنيا إلا بالخلوة مع الله. ربنا جل جلاله ذكر المعتكفين في كتابه فقال لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من هو المعتكف؟ المعتكف هو الذي يستطيع أن ينسحب من المتعلقات الدنيوية التي عود نفسه عليها من بيت وزوجة وعمل وولد وصديق
وأخبار دنيوية يثبت لربه أنه لم يتعلق بها تعلقا كليا، فأثبت لك يا ربي أني انقطعت عنها واعتكفت في بيتك. بدأ الإخوة الآن قبل المغرب يتوافدوا ما شاء الله الاعتكاف، فكنا عم نفطر معهم، فواحد قال لي يا شيخ فضل الله نويت وعزمت حتى بدون هاتف في الاعتكاف، طفيت تليفوني. هذا اسمه اعتكاف حقيقي. نحن ممكن نعتكف بأبداننا بس تواصلنا أحسن من لا شيء، لكن الاعتكاف الحقيقي انقطاع كامل. إخواني اليوم إذا تليفونك شابك فيه على اتصال تاني اتصل فيك حدا، فشو بيطلع على التليفون؟ إن هذا الرقم الذي تتصل فيه الآن مشغول، مشغول حاليا. الرجاء المعاودة لاحقا. ما بيشبك مكالمتين بنفس الوقت، ما بيمشي الحال. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نحن ما شاء الله الإرسال ولا أمتسي ولا ألفا ولا شو بدك، إرسال الدنيا فل إذا لم ولا برا بقطع، مش عارف ليش لا بقطش ولا بروح الإرسال، ما شغال 100%. فالاعتكاف مقصود نخفف الإرسال الدنيوي، ونبلش نشبك إرسال أخروي عشان نعرف كيف نصلي وندعو ونقرأ نبكي نذكر. هذه الأيام جنة، جنة الروح بكل معنى الكلمة من معنى، لأن الجنة السعادة ليست براحة الأبدان. يمكن الشباب المعتكفين أحسن لهم يقعدوا مع نسوان وأولادهم بيوتهم، أكلك وشرابك وما شاء الله يعني الخير موجود، لكن بالعموم إنسان ببيته أريح. وين اللي بدي نام بالمسجد، واللي حد بده يشخر، واللي شمالي أبصر شو بدي يعمل، واللي قدامي يا عمي أنا ببيتي بسكر هالغرفة وبنام أحدا فيقن، شو جاير علي قدام بالمساجد وجيب هالفراش وأفرش بالجامع ونام. عندما يتعب البدن لله وينقطع عن الدنيا تستريح الروح، تبدأ بالراحة. عشان هيك إيش قال ربنا تعالى في القرآن الكريم: وعجلت إليك ربي لترضى، وقال: وإني ذاهب إلى ربي سيهدين. لذلك أقول لإخواني هنيئا للمعتكفين، وهنيئا لمن نوى وحرص وأخذ بالأسباب لكن ما استطاع، إن شاء الله مأجور. لكن أقل القليل، في عنا قاعدة في الشرع بتقول: ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله العشرة كاملين لا يترك جله. فإذا ما أدر اعتكاف كامل ما ضروري تكون أشغالنا بالدنيا بهالعشرة أيام نفس الأشغال، لو قللنا كثيرا وزدنا. الآن ما شاء الله كثير من إخواننا ما استطاع ما وفق أن يصلي 20 بأول 20 يوم. طيب الآن انوي، قل يا ربي إن شاء الله في العشر الأواخر ما قدرت اعتكف اعتكاف كامل، أقل القليل يا ربي سأختم 20 ركعة، كل يوم عندنا جزء. وختمة القرآن الحمد لله اللي بدأناها سنختمها في ليلة 29 بإذن الله. حنصلي ابتداء من الليلة، معش في عندنا وتر الآن، حيصير الوتر قبل الفجر إن شاء الله. حنصلي صلينا الآن 4 من التراويح، هاي كلمة درس، بعدين حنصلي 4 بعدين 4 بس 12 حنوقف، وبيبدأ القيام الساعة 1:30. معك ما يقارب 4 ساعات تستريح، 1:30 حيبدأ الشباب يرغبون بالجولات، بعدين حتنطلق الجولات كل ليلة إن شاء الله. عنا 10 ليالي المقاهي والكورنيش، الجولات في الخارج موجودة وفي الداخل بيئة الإيمان. بعدين حنصلي 4 بعدين مجلس إيمان، بعدين حنصلي 4 بعدين الوتر والدعاء، بعدين السحور إن شاء الله. لذلك احرص أن تكون مع إخوانك، الوجود مع الجماعة، العمل الجماعي الله ينزل فيه خير. كما قلت لكم سابقا، لو لم يكن في كل المسجد خاشع يغفر الله للجميع فقط لأنهم اجتمعوا، فأنت احشر نفسك مع أهل الله وانظر إلى نفسك أنك أقل واحد. قل يا ربي أنا أعلم أني أقل واحد، لو كنت الإمام، لو كنت الشيخ، لو كنت أي واحد فينا كبير صغير، قل يا ربي أنا أقل واحد في كل الحضور،
ولكن بسبب وجود خاشع مخلص طيب صادق صادقة من إخواننا أو أخواتنا، الله سيغفر لأهل الجمع كلهم. ولا تفوت ليلة، ممكن تكون الليلة وممكن بكرة، في كتير أقوال. تعرفوا الإمام بن حجر العسقلاني فتح الباري كم قول ذكر عن ليلة القدر؟ فوق 56 قول. شو أش نسردهن باختصار؟ باختصار في خزنة فيها ذهب ومعك 10 مفاتيح، شو رأيك بتفوت مفتاح؟ الزلمة ذهب، والله ذهب، والله أغلى من الذهب، والله العظيم أغلى من الذهب. اللي عرف الله إخواني بيقدر معرفته بذهب لأقبل إلى الله. كثير من الشباب التائبين تسألهم ما شاء الله أنت متى كانت عودتك؟ ولا شيخ فضل الله نحن برمضان عدنا، برمضان بدأت توبتي وعودتي. طيب الآن ذهب أغلى من الذهب، جرب 10 مفاتيح ما تضيع ولا ليلة. مين قال لك إنه الراحة بتجي من ساعات النوم؟ قال والله شيخ إذا ما نمت 9 ساعات ما برتاح. مغرور مسكين، فساد يقين اسمه هذا. الراحة مش من ساعات النوم، الراحة من الله. الله يجعل الراحة في النوم متى يشاء وكيفما يشاء. في ناس بتنام ساعة بترتاح، وفي ناس الله وكيلك 15 ساعة ومكسر. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ناس بتشبع بلقمة وناس ما بتشبع بصحون. الشبع من الله، الراحة من الله، كله من الله. فقل يا ربي يمكن يقل وقت نومي، بس يا ربي أعطيني، يا ربي أنت قادر أن تريحني في ساعة. خلص ترويح بروح بنام لي ساعتين برجع على القيام. أنت قادر يا رب، يا رب قويني. سيدنا عمر كان في هالليل إيش يقول؟ اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني فقير فأغنني، اللهم إني مريض فاشفني. هيك سيدنا عمر يتضرع بين يدين ربه، وانت بهالليالي تضرع له يا رب يا الله يا الله. ها، ونختم بأمر مهم. حتى تصلح عباداتنا لابد تصلح معاملاتنا. لابد تصلح ايش؟ معاملاتنا. بتعرفوا شو سبب ارتفاع ليلة القدر؟ لان احنا ما بنعرف ليلة القدر. ليلة القدر هي كانت محددة معروف في ليلة معينة. ها، لما؟ لان رجلين تلاحيا، مو من الصحابة. شو تلاحيا؟ لا معك حق مش معي حق، انت معك حق هيك بس هيك. خرج صلى الله عليه وسلم إليهم قال رفعت ليلة القدر. رحت ليه؟ 2 اختلفوا. إذا كان اختلاف صحابيين رفع عن الأمة علم ليلة القدر، فكيف تأخذ بركتها أنت وقد تلحيت مع أخيك؟ فأقول لنفسي وإخواني وأخواتي في أول ليلة من ليالي القدر، إن كان بينك وبين أي أحد من أهلك أو إخوانك خصام أو شجار أو فراق أو غل أو غير ذلك، رجاء حتى لا تتعب فتكون ممن تعب وعمل وأنصب نفسه وأتعب بدنه ثم ذهب عمله هباء منثورا، اتصل قل له سامحني لا بأس، وما يلقاها إلا الذين صبروا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اتصل فيه وقل له لعلي أخطأت فسامحني، ما بدي فوت على العشر الأواخر وأنا متزاعم مع حدا. وإذا كان في حق مالي أديه، ما تخلي حقوق مالية عليك، أدي الحقوق المالية كلها حتى تدخل إلى العشر الأواخر وأنت مستريح. وأعظم من تكرمهم قبل الدخول إلى العشر هم أهل بيتك، أمك وأبوك وزوجتك وابنك وبنتك وأخوك وأختك وأدناك أدناك. فإذا أحسنت العلاقات الخارجية تدخل إلى ربك بقلب صاف لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، فإذا وقفت فقرأت فخشعت، وإذا دعوت بكيت، وإذا طلبت وسألت أعطيت. هنيئا لكم جميعا بدخول هذه العشر المباركات. أخلصوا فيها النوايا، اذكروا أهلكم وإخوانكم في غزة والسودان والعالم الإسلامي جميعا، واسألوا من الله أن يجعلها عشرا مباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.